كل التحية مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي المتألقة دوما بفريق عملها وكل العاملين فيها. كل التحية لجمهور النادي الأهلي في كل مكان. جمهور الأهلي دائما هو قوة الدفع الرئيسية لنادينا العريق. هنستعرض مع حضراتكم عبر شاشة قناة الأهلي في الدقائق القليلة القادمة أهم ما تناولته اجتماعات أو اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم في مقره التاريخي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب الأربعاء 6 نوفمبر. الحقيقة أنه المجلس في البداية استعرض الترتيبات الخاصة بالجمعية العمومية وفقا للائحة النظام الأساسي المقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة نهاية الشهر الجاري 28 و29 نوفمبر المقبل. وقد اعتمد المجلس بالفعل أسماء السادة المرشحين على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وهم المستشار محمود محمد محمود فهمي الذي أصبح المرشح الوحيد لهذا المنصب بعد تنازل الدكتور أحمد سعيد أبو النصر، ولم يبدي المجلس أي ملاحظات على السادة المرشحين. أيضا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم يعني تناول وناقش عدد كبير من المقترحات اللي تم تقديمها خلال المدة القانونية من السادة أعضاء الجمعية العمومية وطبقا لائحة النظام الأساسي، تمهيدا لعرضها على جدول أعمال الجمعية العمومية يوم الخميس والجمعة 28 و29 نوفمبر كما ذكرنا إن شاء الله. أيضا مجلس إدارة النادي الأهلي اعتمد اليوم التقرير المالي عن العام 2023-2024 وكذلك تقرير الميزانية عن نفس العام ومشروع الموازنة للعام المالي الجديد إن شاء الله 2024-2025. في ختام الجلسة الحقيقة وبكل الحب، مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب أشاد أيما إشادة بالإدارة التنفيذية للنادي الأهلي وجهودها الكبيرة جدا في تنظيم مباراة العين في المباراة الأخيرة، وقد حرص بالفعل مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على توجيه الشكر للإدارة التنفيذية وعلى رأسها الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وكل العاملين الحقيقة بسبب أو بالشكل الحضاري والمظهر الرائع اللي أظهره النادي الأهلي ورجالاته كالعادة في مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الانتر كونتيننتال، بعدما أشاد الجميع خاصة الضيوف الحقيقة بالتنظيم والسيولة والسهولة في الدخول والخروج وعملية الجلوس والتنظيم المبهر اللي خرجت به المباراة، وهو التنظيم اللي يليق دايما بمكانة الأهلي العالية والتاريخية وبأبنائه الحريصين على ظهوره بأفضل صورة وأفضل مظهر. دي كانت مجموعة سريعة من أهم وأبرز القرارات اللي تعرض ليها أو اتخذها اليوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في اجتماعه المعقد بمقره التاريخي بالجزيرة 6 نوفمبر الأربعاء. كل الشكر والتحية لحضراتكم، ودائما مصر في عزة والأهلي في المقدمة.